مخرجنا الجميل استاذنك نشوف مقادير الكيكه بجوز الهند على الشاشه. بساطه سهوله مرونه، تقدر تعملي حلو ببساطه. مقاديرها ايه يا عم الشيف؟ كوبايتين من الدقيق، شويه مكسرات، زبيب جوز الهند اللي عندك في درج المطبخ، حلو، زيت، بيضه، كوبايه من الحليب، وما ننساش كوبايه من السكر. والسكر هنا كنترول، حبه تكتري حبه تقللي، القرار قرارك. حلو الكلام. هنجيب بوله كده. المقادير على الشاشه شفناها، ثلاث بيضات هاخدهم كده عشان نكسب وقت. حلو. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ لسرعه خفقان البيض حتى يكون مزيجا لينا بنحط عليه السكر. مش لازم مضرب، وفري ما تمن المضرب، هتلاقيه عامل 2000 جنيه ولا حاجه. سرعه. شوف القوام معايا. حلو. حلو قوي. المزيج والقوام والخيط الحريري ده جه نتيجه ان انا خفقت السكر مع البيض. بنحط الزيت، حطي كمان الفانيليا، بنحط قليل من جوز الهند، معاه نص الكميه اهو. دي جوز الهند ناعمه، يا سلام جوز الهند دي لما تستوي جوه الكيكه هتدعيلي. معانا فستق حلبي، يا ويلي هو ده فستق حلبي. معانا زبيب، كل ده في قلبيها، كل ده في قلبيها. ونقلب دول كده مش بالمضرب، بالاسباتيولا. في حاجات نقلبها بالمضرب وحاجات ما نقلبهاش بالمضرب. عند الخليط ده كده زي الفل. شفت الكيكه دي لطيفه وجميله، فيها عناصر غذائيه كتير، بدايه من البيض، الكالسيوم والمعادن والبروتين، مع الزيت والسكر قيمه غذائيه عاليه جدا. البحث الالكتروني دلوقتي بيوفر عليكي مشوار طويل ودراسات طويله قوي. ايه فايده البيض، ايه فايده الزبيب، ايه فايده اللوز، ايه فايده الصنوبر، وهكذا. نحط عندنا الدقيق وعندنا البيكنج باودر، بنحطه على الدقيق بالشكل ده كده، وشويه الحليب بتوعنا دول، ونقلب تاني كده، ونجيب القالب اللي هندخله جوه الثلاجه. الله، ده كده متحضر جاهز. نخده كده، نقلب الدقيق مع البيكنج باودر. صينيه القرع بالبشاميل كالاتي: القرع بيتسلق، كميه الميه اللي هسلق فيها القرع يا بسنت هي الكميه المعتاده المناسبه علشان ما صفيهوش. حلو. وبعدين يا بسنت بجيب بشاميل او وايت صوص، دقيق وزبده وحليب. شايف القوام ده كده؟ دي ما تتقلبش بالمضرب. شفتي؟ شفت الحلاوه؟ شفت الحلاوه؟ مخرجنا شفيه، انا عارف بتحب الحاجات الحلوه دي انت كده. عندنا القالب بتاعنا زي الفل. اخبار الفرن ايه؟ ودرجه حراره الفرن كام؟ 180. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ جاهز الفرن، تمام. امنا على الفرن قبل كل حاجه. قالب شكل قلب بهديل كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا في انحاء العالم من الفضائيه المصريه والقناه الاولى. قلب اهوت، وهنعمل كيكه حلوه. هناخد المعيار ده كده ونسقطه في القالب. كيكه بقى تحطها في الصالون بره، اللي طالع من البيت ياخد منها، واللي يزورك ياكل منها، حماتك جايه تزورك اخر الاسبوع لازم تحسسها انك انت عاملاها علشانها. انت كده كده هتعملي، ايه المشكله ما تقولي يا حماتي انا عارف انك جايه النهارده وعملت لي الكيكه النهارده على طريقه المغازي، فيها المكسرات اللي بتحبها يا حماتي، وفرت عليك تقشري يا حماتي، وفرت عليك تقزقزي يا حماتي. هناخد الخليط ده يا عم الشيف زي ما هو كده في درجه حراره الفرن 180. افتح يا سمسم. اللهم صل على النبي. في قلب الفرن. بص عليها كده، بص على القلب الحلو ده كده. القلب ده بهديهولك. يلا. طبق زي ده كده حلو. يلا. اللهم صل على النبي. واحد كمان للكيكه الجميله الحلوه.
اللهم صل على النبي للسفره. ولكن وجود السفره ايا كان فيها لازم عن طبق سلطه. احنا عندنا سلطه ورق العنب النهارده بتغنينا عن السلطه الخضراء، هي بديله فيها خس وفيها طماطم، حاجه لطيفه. ولكن مفيش مشكله لما كنا عندك جات في سلايز من الطماطم والفلفل، تفاح اخضر، الحاجات الحلوه. دايما شاركي الفواكه في اطباق السلطه زي التفاح زي الاناناس، الحاجات دي حلوه على فكره. طلع الكيكه بتاعتنا، الله ايه الحلاوه دي يا عم شيف، بص على الحلاوه، بص على الجمال. اهي الكيكه بتاعتنا الحلوه، اهي فله نروق عليها كده. يا نعم، يا برنس والله العظيم انت ابن حلال خبره. بيقول لي استوت اجي لك ولا ايه؟ مش لازم تعرفوا حضراتكم ايه التفاصيل، مخرج قلبه عليا. انت ممكن تحرقي الكيكه لجوزك، ايه المشكله يعني؟ ما حصلش معاك قبل كده؟ وانا ممكن كمان احرقها غصب عني. حلو؟ لازم حضراتكم تعرفوا التفاصيل اللي احنا فيها، عشان احنا اسره واحده، احنا عيله واحده، على تلفزيون دوله عظيمه كبيره بنقدم منتج جيد جدا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه القلب ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عينيا. حاضر يا غالي. الفواكه بتحب القرفه. رشه سكر بودر، ممكن تسقيها عسل، رشه قرفه ناعمه، قدمي معاها صوص فراوله. حلو، جيبي فراوله وقطعيها وحطيها جنبيها. حلو، حاضر والله العظيم قريتك. شيف المغازي عمل سفره عالميه طهويه بشكل تاني وطعم تاني. عملنا الاوزي بكبد الفراخ، عملنا سلطه الورق العنب لوحه فنيه تتصوري معاها سيلفي، عملنا كيكه كلها حب وعملناها على شكل قلب بنهديه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعوا التلفزيون المصري القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.